السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرأ النسمه إني أحبكم في الله. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم طيب قلوبنا اللهم رطب قلوبنا اللهم احي قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نق قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا هنا المدرسه الربانيه وهذا فرع التزكيه منها وفيه شرح كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله ووصلنا فيه الى المنزله العاشره منزله الاعتصام كانت المنزله الاولى منزله اليقظه ثم الفكره البصيره العزم، القصد، الإنابة، المحاسبة، التوبة، التذكر وهذه العاشرة الاعتصام، وقلنا أن المدارج مدرسة ليست القضية مواعظ وإنما هي مدرسة خطة سير للوصول إلى الله والسير فيها كالسير الحقيقي يبدأ باليقظة يبدأ باليقظة أن تتيقظ تصحى إنسان إذا أراد سفرا أول حاجة أنه يقوم من النوم يصحى عشان يسافر اليقظ ثم الفكرة هذه الأعمال لابد من اعتماد الفكرة لها التفكر أن تفكر في ماذا تريد وكيف تفعل ما تريد ولذلك قلنا ان من اهميه المدرسه الربانيه ان فيها علم كيف التفهيم كيف تفعل هذه القضيه الرئيسيه انك لكي تفعل لابد ان تفهم وان تتعلم كيف تفعل الفكره ان تفكر كيف تصل الى الله عز وجل؟ ان تعرف الطريق الى الله طبيعته وعقباته ومعالمه وعلاماته، لذلك كثيرا ما نتساءل الان حين اسالك اين انت من الله؟ وكثير لا يعرف اين هو من الله؟ اما السائر الى الله هو عارف هو فين؟ هو ماشي ازاي؟ ولما اقول دايما انني اريد ان اضعكم في طريق ترى اخره كما ترى اوله ترى اخره وترى اوله بعلم ترى اخره وترى اوله بيقين لكن قضية الخطوات حين تتعلمها ستتعلم كل شيء في حينه في حين فالقضيه حين تبدا في التفكر قلنا الفكره في الاسماء والصفات الفكره في الطريق الى الله عز وجل الفكره في التخلص من العوائق الفكره, الفكرة في المعينات المساعده الموصله الى الله سبحانه وتعالى ثم بعد الفكرة والفكرة تثمر البصيرة أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس افهم وجعلنا له نورا يمشي ها به بيمشي بايه بالنور يمشي به في الناس لذلك كانت وظيفه الانبياء الدلاله على هذا النور كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد هذه القضيه هذا النور الذي لا يعطيه الا الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور انما كل العمل الدلاله على هذا النور لان تحصيل النور من الاعمال انك انك في اعمال تعملها تجيب لك النور ده زي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمسون به ويغفر لكم هذا الايمان مع التقوى يجيب نور فالشاهد البصيره وده الاشكال الكبير قلت ان ممكن يبقى احد الاخوة قاعد معايا ونتكلم في مسألة واقنعه مية في المية ويخرج من عندي مقتنع تماما ويروح يقعد مع حد تاني او يسمع حاجة تانية يقنعه بعكس ما قلته تماما ليه ما عندوش نور اه ما عندوش بصيرة يميز بها بين الحق والباطل بين الصواب والخطأ هي دي القضية الكبيرة ودي الإشكال الكبير اللي بنعاني منه إن الشاب يقعد سنين وبعدين تيجي شبهة ترده على عقبيه ينتكس والعياذ بالله لابد من صناعة هذه البصيرة ثم العزم ثم القصد ثم المحاسبة بعدما أبصر ومشي وعزم وقصد اقف يحاسب نفسه المشي اللي مشي ده رعى فين وعمل ايه ثم التوبة وظيفة العمر اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة ترضيك وقفنا مع منزلة التوبة مدة طويلة ثم الإنابة ثم التذكر وما يتذكر إلا من ينيب ثم هذه المنزله وصلنا إلى الاعتصام ثم وصلنا إلى هذه المنزله الخطيره الجميله الاعتصام والاعتصام نوعان كما يقول صاحب المنازل الإمام الهروي صاحب منازل السائرين. قال رحمه الله: منزله الاعتصام قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال: الاعتصام بالله هو الترقي عن كل موهوم والتخلص من كل تردد والاعتصام بحبل الله هو المحافظه على طاعته مراقبا امره يقول ابن القيم رحمه الله في شرح هذه المنزله منزله الاعتصام وهو نوعان اعتصام بالله واعتصام بحبل الله قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير اللهم كن لنا مولا ونصيرا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا آمين يقول ابن القيم رحمه الله الاعتصام افتعال من العصمة وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف فالعصمة الحمية والاعتصام الاحتماء ومنه سميت القلاع العواصمة لمنعها وحمايتها ومدار السعادة الدنيوية والاخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله فلا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. قضية الاعتصام من القضايا الخطيرة جدا جدا بنوعيه. النوع الأول يقول ابن القيم: فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة. والاعتصام به يعصم من الهلكة الله الاعتصام نوعين الاعتصام بحبل الله والاعتصام بالله وانت مأمور بهما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا وقال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم الاعتصام بحبل الله ان تستمسك أو قلنا بقى الاعتصام هنا بمعنى الاحتماء أن تحتمي أن تحتمي بالشريعة الاعتصام بحبل الله الاعتصام بحبل الله في الربانية الاعتصام بحبل الله الهداية إلى الطريق والاعتصام بالله الحماية في الطريق فالاعتصام بحبل الله هو انك تعرف طريقك يعصم من الضلاله العلماء لهم كلام كتير جدا هيجي معانا في مساله بحبل الله قالوا القران وقالوا وقالوا وقالوا, وقالوا, وقالوا. خلاصه الكلام في النهايه الاعتصام بحبل الله شرع الله زي ما قال الامام الهروي هو المحافظة على طاعته مراقبا لامره انك تهتدي الى الطريق الى الله في الطاعة مرائب امر الله يعني ايه يعني انا اعفيت لحيتي ليه لأن الله أمرني بذلك قل لي فين ده بقى على لسان سيدنا النبي أعفوا اللحى أرخو اللحى وفروا اللحى أرجو اللحى أربع أوامر منهم ثلاثة في صحيح البخاري يبقى أنا أعفيتها طاعة بسمع كلام ربنا بسمع كلام سيدنا النبي ده اعتصام طب اعتصام بايه حماية بايه بحتمي باللحية من النار لان المعصية تودي فين انا جهنم فانا بعتصم بالطاعة من النار عشان ما روحش جهنم ودي نقطة مهمة جدا جدا من ادق انواع الاخلاص هيك الكلام عليه بس خلينا الوقت فيه الاعتصام بالله الهداية الى الطريق الاعتصام بالله هو الهداية الى الطريق واعتصموا بحبل الله امسك في سكة طريقك الى الله وقلنا كتير ان ربنا جل جلاله حين خلق الخلق خلي بالك ان ربنا خلقهم مرة واحدة ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحد كن كان الناس ثم اخر لما خلق الله ادم عليه السلام اخرج ذريته من ظهره كالزرش واخذ عليهم الميثاق الست بربكم قالوا بلى شهدنا كل واحد لما ربنا خلقه قال سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى لما خلق كل إنسان خلق له طريقاً والله خلقكم وما تعملون فلما ربنا خلقك خلق لك رزقك طريقك اللي انت هتمشي فيه اللي فيه اكل عيشك ورزقك وفلوسك وصحتك وزوجتك واولادك ودينك هدايتك صلاحك تقواك اعمالك ربنا خلق ده واداله القران وخلق ده واداله الحديث وخلق ده واداله الصلاه وخلق ده واداله الصدقه وخلق ده خلق كل واحد واداله سكه موصله اليه سبحانه وتعالى من يوم ما خلقه فالاعتصام ان ربنا يهديك للسكه اللي خلقك ليها هي دي القضيه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي هدي ومن يعتصم بالله فقد ايه؟ هدي هدي الى الصراط المستقيم بس كده قلنا في منزلة التوبة فاكرين جملة مهمة او اوي ان اول التوبة النظر واول النظر ان تنظر الى انخلاعك من العصمة اذ لو عصمك ما وجد الذنب اليك سبيلا وانما كان كانت عدم عصمته لك لانخلاعك من عصمته واضح لا ازاي صلى رسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد النبي صلى, صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد صلى, صلى. صلى على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اوعى تزهق من كثر الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم طب كثر الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تغلبونني وتتقحمون فيها آخذ بحجزكم موضع حزام الوسط ده اسمه الايه؟ حجزة الحجزة فالرسول كانه ماسكك من وسطك كده وانت بتقول له سابني, سابني انا عارف طريقي انا عارف سكتي انا وتقفز في جهنم اهو ده ان ربنا بيعصمك وانت بتتفلت من عصمته ربنا جل جلاله بيوجهك ويبعث لك آيات ورسائل إن وجهتك كذا إن طريقك كذا إن الصح والأصلح لك كذا الرسائل بيجي لك ولكن أنت يا تايه انت رافض هداية الله عايز تمشي على مزاجك على هواك ارأيت من اتخذ الهه هوا فالاعتصام بحبله يعصم من الضلالة والاعتصام به يعصم من الهلكة فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده فهو محتاج الى هدايه الطريق ومحتاج الى السلامه في الطريق فلا يصل الى مقصده الا بعد حصول هذين الامرين له يبقى هو لازم له حاجتين الهدايه الى الطريق هو محتاج امرين الهدايه للطريق والحمايه في الطريق الهدايه للطريق زي ما قلنا كده ان ربنا يهديك تروح فين وتعمل ايه ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل هو توجه وقال يا رب وديني مكان ما تريد اللي هي خير لي واختر لي فاني لا احسن الاختيار لنفسي ودبر لي فاني لا احسن التدبير اللي هي بقى الاعتصام ده اللي هو التفويض الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يسفيني اللي هي السبع كلمات بتوع الصبح اللهم انت خلقتني وانت تهديني وانت تطعمني وانت تسقيني وانت تميتني وانت تحييني تفويضك لله عز وجل الامر فوضت امري اليك واسلمت امري اليك واستسلمت لمرادك مني ده الاعتصام بالله انك تسلم نفسك لربنا تماما وتسير على مراد الله منك ملتزما شرح الله كما انزل قال الله فاستقم كما أمرت، كما أمرت، الكتالوج، كما أمرت، الإيه؟ فالاعتصام بحمله يعصم من الضلالة، والاعتصام به يعصم من الهلكة، فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده فهو محتاج الى هدايه الطريق والسلامة فيها فلا يصل الى مقصده الا بعد حصول هذين الامرين له فالدليل كفيل بعصمته الدليل كفيل بعصمته من الضلاله وان يهديه الى الطريق زي ما قلنا ان ربنا بيهديك للطريق بيهديك يعني لما تقعد تتفكر ازاي جيت لطريق الدين انت مش متصور انت جيت ازاي مش متخيل ان ربنا من يوم ما اتولدت سخر لك اللي معاك في الابتدائي المدرس والمدرسة والناظر والناظرة وال والزميل والاكبر منك والاصغر منك كله بيزقك في اتجاه ربنا واعدادي وثانوي وجامعه وبعد كده في الشغل وكله ربنا بيسخر لك اللي عمال يسوقك من حيث تدري ومن حيث لا تدري. لطريقه سبحانه وتعالى وبعض الناس بيجنح قال الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره هو اللي اللي زي كده عمال ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى يرسل لك رسائل ويبعث لك ايات ويسخر لك خليقه انك تقودك وانت عمال تجنح 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 طب روح بقى نوله ما تولى ونصله جهنم فالدليل كفيل بعصمته من الضلاله وأن يهديه الى الطريق والعده والقوه والسلاح التي تحصل بها له السلامه من قطاع الطريق فالدليل كفيل بعصمته من الضلاله ربنا جل جلاله تكفل قال سبحانه وتعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى إن علينا للهدى جعل على نفسه أن يهديك وجعل على نفسه أن يحميك وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم فربنا جل جلال جلاله كتب على نفسه الهداية أن يهديك وأنه يحميك في الطريق لكن اللي بيتفلت نوليه ما تولى فربنا سبحانه وتعالى كفيل بعصمتك من الضلالة وأن يهديك إلى الطريق وأن يمدك بالعدة والقوة والسلاح التي تحصل له لك السلام بها من قطاع الطريق وافاتها لازم تعرف كده من طبيعه الطريق مش وقت بشرح طبيعه الطريق لكن هنشير اشاره ان من طبيعه الطريق ان الطريق الى الله طريق طويل جل جلاله طريق اليه طريق بعيد وطويل واعبد ربك حتى ياتيك اليقين طول العمر هو ده طريقك حتى تصل الى الله سبحانه وتعالى اثنين أن في الطريق آفات وعقبات في شوك وعوسج وعليك وشبرك ولصوص وقطع طرق يقطعون الطريق على السائرين إلى الله قال سبحانه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة في عقبات في الطريق ده كتير أولها نفسك الأمارة بالسوء ثم جعل الله جل جلاله لحكمته بحكمته لكل انسان عقبات يمتحن بها في الطريق الى الله قال الله: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا الكاذبين فلذلك هذه الامتحانات اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى هذه الامتحانات في الطريق الى الله عز وجل كتير جدا لان ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك ايات واشارات وارشادات اعمل كذا روح من هنا، ما تعملش كده، ما تروحش كده، بعض الناس بيفهم. أما يجي يفتح المصحف ويلاقي آية بتكلمه، أو يركب السيارة يدور يروح الراديو يقرأ آية بتكلمه، أو هو يفتح أي شيء تجيله رسالة على على الواتس ولا على التليفون ماشي سمع كلمه في الطريق كل دي شاف حاجه بعينه حصلت حادثه قدامه بلغوا ان حد اتسرق بلغوا كذا بلغوا كل ده رسائل ربنا بيبعتها لك في ناس بتفهم رسائل ربنا وتصلح طريقها بناء على الرسائل دي وفي ناس في التوهان ما دريان في ناس بتفهم ليه؟ لانه صاحي اليقظه ومركز مع ربنا فلما تيجي الرساله مفعل الجرس بترن عنده فيفكر وبالبصيرة يفهم وبالقوة والاستعانة بالله ينفذ واحد تاني مش دريان تجيله الرسائل وهو مهملها وبس... والأوحش منه والأخطر اللي يفهم رسائل ربنا غلط. تجيله رسائل وهو يفهمها غلط. لكن الله يمقت من لا يبالي برسائله. واقراها في القران كتير في الذين يعرضون عن ايات الله. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة يكذب عن ربنا يقول يا رب جاتنيش آيات ما شفتش حاجة ما قلت ليش ما بعت كذاب بيكذب على الله جاتلك آيات كتير وانت اللي ما بتفهمش فالاعتصام بالله بيديك حاجتين الهداية في الطريق والحماية في الطريق العدة والقوة والسلاح التي تحصل له بها السلامة من قطاع الطريق وآفات الطريق. فالاعتصام بحبل الله، ده كلام ابن القيم في المدارج، وزي ما قلت لك كده، افتح كتاب المدارج في منزلة الاعتصام واقرأ معايا. فالاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل. والاعتصام بالله يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يستلئم بها في طريقه يبقى الاعتصام بحبل الله الهداية للطريق والاعتصام بالله الحماية في الطريق ان ربنا يحميك بقى وانت ماشي من الشبهات ومن الشهوات ومن الوساوس ومن شياطين الانس والجن ومن نفسك الأمارة بالسوء ومن ومن ومن, ومن الحماية حتى تصل إليه آمنا سالما سبحانه وتعالى ابن القيم يقول ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى قال ابن عباس واعتصموا بحبل الله يعني تمسكوا بدين الله قلت لك ليه الشريعة حبل الله شريعة شريعة الإسلامية وقال وقال ابن مسعود هو الجماعة وقال عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة إسلام دين الاجتماع مش مقصود هنا بالجماعة جماعة كذا أو جماعة كذا أو جماعة كذا اللي هي المسميات لا وانما انك تبقى مع المسلمين مش لوحدك مش بعيد مع جماعه الامام مع جماعه ان وجدت جماعه الخليفه قال في حديث حذيفه بن اليمان بتاع كان الناس يسالون رسول الله عن الخير واساله عن الشر مخافه ان يدركني فقلت له يوما لما قال ثم وهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم إذا أجابهم إليها قذفوه فيها قال سفهم لنا يا رسول الله نخشى أن يدركنا زمانهم قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لهم قلوب شياطين في جثمان انس قال فما تأمرني ان ادركني زمانهم؟ قال ان تلزم جماعه المسلمين وامامهم. قال فان لم يكن لهم جماعه ولا امام المقصود هنا جماعه المسلمين وامامهم خليفه المسلمين الممكن وجماعه الخلاف الامه قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال أن تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به اللهم ارزقنا الثبات على الحق أمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الثبات قال عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرق خليك مع جماعة المسلمين وقال مجاهد وعطاء واعتصموا بحبل الله يعني بعهد الله وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير هو القرآن واعتصموا بحبل الله هو القرآن قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان هذا القران هو حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع عصمه لمن تمسك به ونجاه لمن اتبعه واعتصموا بحبل الله القران وجاء ذلك في حديث ضعيف القران حبل الله المتين القرآن وديك صراحة جامع هو القرآن جامع لكل شيء لو قلنا الشريعة فالشريعة في القرآن ولو قلنا الجماعة القرآن يأمر بالجماعة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال هو الجماعة عشان تتمة الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا القران يا اخوه ونصيحتي لك القران من لم يكن له حال مع القران فليس له حال مع الله القران هو حياتك هو الحياه احفظ القرآن وتعلم قراية القرآن واقرا قرآن وافهم قرآن وتعلم تفسير قرآن وتدبر قرآن وصلي بالقرآن وادعي بالقرآن عيش مع القرآن القرآن كلام الله كلام الله هو الشفاء النافع وهو النور الهادي وهو العصمه والنجاه وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في القران هو حبل الله المتين لا تختلف به الالسن ولا يخلق على كثره الرد ولا يشبع منه العلماء وقال مقاتل اعتصموا بحبل الله يعني بامر الله وطاعته ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى وفي الموطأ من حديث مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا وان تناصحوا من ولاه الله امركم ويسخط لكم قيل وقال واضاعه المال وكثره السؤال حديث عظيم ثاني صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا إن تكفروا فإن الله غني عنكم وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ يبقى ربنا سبحانه وتعالى آه الجميل جل جلاله الطيب جل جلاله سبحانه وتعالى زي ما قلت لك كتير ربنا جل جلاله من مع عظمته وجلاله وكبريائه سهل جدا يرضى سبحانه وتعالى ودي من عجائب العلاقه مع الله من عجائب ااا آه المعامله بلاش العلاقه دي من عجائب المعامله مع الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى من عبده ان ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها بمنتهى البساطه انك تاكل تقول الحمد لله يرضيه هذا منك ناس كتيرة يقول لك يا أخي اعمل بلقمتك. ربنا يرضي إنك تقول الحمد لله. لله. بس هو راضي. راضي منك دي. سبحانه وتعالى. إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وقلنا كتير أن الله غيور. احذر أن يطلع على قلبك فيرى أنك حريص على رضا أحد مثل أو أكثر من حرصك على رضاه إنك بتسعى في رضا مراتك وحريص على إنها ما تسألش منك أكثر من ربنا ده الشرك بعينه بقى جل جلاله ان يطلع على قلبك فيرى انك مهتم بحد اكتر منه او مشغول بحد اكتر منه او بتحب حد اكتر منه لا يرضى بذلك ولا يقبل ذلك ابدا وان تعتصموا بحبل الله ربنا يرضيه انك انت تستمسك بحبل الله عارف كلمة الصحابي عجباني جدا بحبها او الكلمة دي قال له ايه ان شرائع الاسلام قد كسرت علي فدلني على عمل اتشبث به انا عايزك تشبط في حاجه تتشبث بحاجه توصلك لربنا هي دي اللي بقولك ان ربنا خلقك لطريق استعين بيه عشان يهديك لطريقك مش هتتعب هتبقى سهله جدا شوف الصحابي ده قال دلني على عمل اتشبث به رب الرسول دله دل على عمل في منتهى السهولة لا يزال لسانك رطبا بذكر الله بس كل واحد له عمل طلحة بن عبيد الله لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم دلني على عمل أتشبث به بعدك قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له يبقى في واحد طريق الصيام وده طريقه الذكر والتاني طريقه القرآن والتالت طريقه الصلاة والرابع كل واحد له طريق وله سكة ربنا خلقه ليها بس المهم انك انت تعرف سكتك تعرف طريقك وان تعتصموا بحبل الله وان تناصحوا من والله الله امركم كل ولي امر له حق النصيحه حقه انك تنصحه وتدله على الخير ويسخط لكم قيل وقال ايه رايك في كل اللي بيقولوا عليها ايه وسائل التواصل الاجتماعي بيقولوا عليها كده ها ولا بيقولوا عليها السوشيال ميديا اه هي دي هي دي ها قيل وقال قيل وقال عشان كده بحذر جدا جدا بالذات من الفيس الفيسبوك لان اللي اخترعه اتبرى منه ونصح الناس انه ما يتعاملوش بيه الكلام ده ولا, ولا موجود فالشاهد ايه هنا ان مشكلته ايه انك بتنزل بوست ويترد عليك وترد على اللي رد عليك قيل وقال هي دي الشغلانه على الواتس حد يقول لك وانت تقول له قيل وقال كره لكم قيل وقال واخطر شيء ان تحب ما يكرهه الله وان تتعلق بما يكرهه الله وان تعاند وتستمر فيما يكره الله انا ما بقولش التليفون بس ولا النت بس ولا وسائل التواصل بس لا الاعداد والسهاري والتواصل والكلام واللجاجة في النقاش والجدال قيل وقال ربنا يكره قيل وقال وإضاعة المال فلوس دي أمانة امانه رب سبحانه وتعالى اعطاك مال هيسالك السؤالين المشهورين جبته منين وديته فين رب سبحانه وتعالى هيسالك السؤالين المشهورين جبته منين وديته فين عملت بيه ايه فاضاعه المال يعني سبحان الله العظيم كتير يحصل كده مع زوجتك ان نزلوا تشتروا حاجه وهي تقول لك اشتري لها 100 حاجه وانت تقول لا مش لا ليه مش معاك فلوس هات لازم تقول معايا فلوس اه بربنا بس ربنا ايه هيسالني انت جبت ده ليه فانا لازم قبل ما اجيب حاجه اجهز اجابه لهذا السؤال جبت ده ليه وكثرة السؤال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم كثرة السؤال كثر الأسئلة وسبحان الله العظيم لسه كنت بقرأ إن الناس بتوع الفلسفة بيقولوا إن أهم شيء الأسئلة فنحن نتقن طرح الاسئله وليس مهم الاجابات الفلاسفه بيقولوا كده ان اهم شيء طرح الاسئله ليه لانهم بيبداوا بالشك من الذي خلق الله آه. لماذا نموت لماذا فلان فقير وفلان غني طرح الاسئله قال لكم مش مهم مش مهم إجابة أنا ما بعرفش أجاوب على الأسئلة أنا بعرف أسأل بس أهي دي ربنا بيكرهها بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم كتر الأسئلة عمال تنكس وتنبش وتنخرب وتسأل وتقول و.. كتير قلت ليه نسأل أسئلة منعرفش نجاوب عليها؟ ليه؟ ليه ليه ليه؟ لما قلت ان في واحد الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال هل ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند مليككم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم ذكر الله الرسول قال هنا ان الذكر افضل من الجهاد في سبيل الله وضرب اعناق الكفار واحد يجي يسال سؤال يقول الله مش هو الاجر على قدر المشقه؟ والجهاد ذروة سنام الإسلام إزاي يبقى الذكر أفضل ما أعرفش. زي ما قلت كده ليه نسأل أسئلة ها؟ ما نعرفش نجاوب عليها ما سألش الرسول قال إن الذكر أفضل خلاص يبقى على عيني وراسي من فوق الذكر أفضل وانتهت عندي القضية والمسألة تماماً زي ما كده الحكمة والتعليل في القضاء والقدر تسأل أسئلة ما تعرفش كتير قلنا برضو إن يبقى في طفل ووالديه رزقوه على كبر وما حلتهمش غيره وهيموتوا عليه ويموت وأبوهم اللي هو جده عنده تسعة 99 سنة وعنده زهايمر وما بيقومش من السرير وعنده أمراض الدنيا كلها وبيتمنوا يموت ما يموتش. هي دي اسمها تعبيد العقل للرب. ان اللي قضى على داب الموت وقضى لداب الحياه مين؟ الله بس دي عباده. قلت قبل كده كلام ابن الجوزي رحمه الله ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال إن صلاة ركعتين أمر سهل وصيام يومين أمر سهل والتصدق بدرهمين أمر سهل إنما المشقة في تعبيد العقل للرب إن عقلك ده ما يقولش لربنا ليه لا يسأل عما يفعل لذلك كره لكم قيل وقال وإضاعة المال و كثرة السؤال. ما تسالش كتير. ما تسالش غير سؤال ينفعك في امر دينك او دنياك. سؤال ينفعك تستفيد منه انك انت عمل، تستفيد عملا. وده اللي انا حريص عليه جدا انك لما تسال اسال سؤال تستفيد منه ايه؟ عمل. عمل. اسال عن حاجه تعملها مش كلام برضو نظري بتسال ليه الراجل لما سال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعه قال وماذا اعددت لها ماذا اعددت لها فالشاهد هنا ان ربنا سبحانه وتعالى رضي ان تعتصموا بحبل الله قال صاحب المنازل الاعتصام بحبل الله هو المحافظه على طاعته مراقبا لامره ويريد بمراقبه الامر القيام بالطاعه لاجل ان الله امر بها واحبها لا لمجرد العادة، أو لعلة باعثة سوى امتثال الأمر. احنا قلنا هناك في علة دافعة وعلة غائية. العلة الدافعة اللي هي العلة الباعثة العلة اللي بتدفعك للعمل. إيه هي؟ أمر الله. ربنا قال صلي الظهر اربع ركعات صلي الفجر ركعتين وصلي المغرب ثلاث ركعات فانا اصلي كما امر اصلي لانه امر ولولا انه امرني ما فعلت ان يرى الله هذا من قلبك اكتفي على هذا المقدار واستكمل في اللقاء القادم احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته